المرحلة الأولى، لنتأمل يسوع محكوما عليه بالموت. صدر الحكم على يسوع ظلم، واليوم في كتير ناس موجوعين من خلال إدانة وظلم إخوتهم البشر. منصلي على نية كل المظلومين بحياتهم حتى يقدروا يغفروا لكل إنسان أساء إلهم مثل ما يسوع المتألم غفر. آمين. المرحلة الثانية، لنتأمل يسوع حاملا صليبه. كل مرض وصعوبة عم نعيشها اليوم بحياتنا هي صليب. علمنا يا يسوع انه نحمل معك هالصليب ونحوله لطريق منعبر فيه لمجد القيامة. آمين. المرحلة الثالثة، لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب للمرة الأولى. أعطينا الصبر يا رب يسوع على تحمل الأوجاع، وعلمنا أنه نشرك ألامنا مع ألامك، لأنك وحدك قادر تعطي الأمل والرجاء لكل النفوس. آمين. المرحلة الرابعة، لنتأمل يسوع يلتقي بأمه. مريم أم حزينة على ألام وعذاب ابن يسوع، قبلت الألم مثل ما قبله يسوع قدرت للفدا. ساعدينا يا مريم أنه نحمل الألم بحياتنا مشاركين المسيح بألامه، تكفيرا عن خطايانا وخطايا العالم. آمين. المرحلة الخامسة، لنتأمل سمعان الكيرواني يعين يسوع على حمل الصليب. أجبرنا أن نخوض هالظروف الصعبة اللي عم نعيشها بهالأيام مثل ما أجبر سمعان على حمل الصليب معك. أنعم علينا يا رب أن نحتمل باختيارنا صليب الشدائد ونحوله جسر عبود بيتكلل بمجد القيامة. آمين. المرحلة السادسة، لنتأمل يسوع لما مسحت وجهه القديسة فيرونيكا بالمنديل. خلق فيه يا رب قلب نقي، وطبع فيه صورة وجهك القدوس. علمنا يسوع انه نحمل المنديل المحبة، نمسح فيه كل حقد، كل ظلم، وكل خطية، حتى يتحولوا معك لشرارة حب تروي كل انسان. آمين. المرحلة السابعة، لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثانية. سامحنا يا رب وساعدنا أنه نندم ونطلب السماح دايما لما نوقع بالخطية. أعطينا النعمة لنهرب من الأسباب اللي بتحملنا على تكرار الإساءة إلك ولأخوتنا البشر. آمين. المرحلة الثامنة، لنتأمل يسوع يعزي بنات أورشليم. نشكرك يا رب يا شاف نفوسنا من الخطية وأجسادنا من الأمراض. شفي يا رب كل المرضى واجعلنا نقبل مشيئتك بحياتنا. أعطينا الإيمان الثابت حتى نحافظ على طهارة قلوبنا وحياتنا. آمين. المرحلة التاسعة، لنتأمل يسوع واقعا تحت الصليب مرة ثالثة. مهما قويت علينا الصعوبات والخطايا، جعلنا يا رب نوقف من جديد. أعطينا ميزة التواضع حتى نتغلب على كبريائنا. قوينا بنعمتك حتى ما نرجع من الاعتراف للخطية مرة جديدة. آمين. المرحلة العاشرة، لنتأمل يسوع لما عري من ثيابه وسقي خلا ومرا. ملذات ومغريات الحياة كتيرة، وتعلقنا بالأمور الخارجية والمادية كبيرة. اجعلنا يا رب متمسكين بكل الأمور اللي بتغذي روحنا، وتجعلنا مستحقين للحياة الأبدية. آمين. المرحلة الحادية عشر، لنتأمل يسوع مثمرا على الصليب. حمل عهاتنا وتحمل أوجاعنا. هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل خطايانا، وبجراحه شفينا. الصليب بوجودك عليه صار رمز للخلاص. قوينا حتى نكون دايما أبناء النور وشهود لخلاصك وقيامتك. آمين. المرحلة الثانية عشر، لنتأمل يسوع يسلم روحه على الصليب. سلمت روحك بين إيدين الآب محبة بالبشرية. وقفت صمت وتأمل بلحظات الموت. جعلنا يا رب نحول لحظات الضعف اللي منمرق فيها لقوة، وخلي أنظارنا دايما تتطلع صوبك، صوب السماء. آمين. المرحلة الثالثة عشر، لنتأمل تنزيل يسوع عن الصليب ووضعه في حضن أمه. أصعب لحظات عم تعيشيها يا مريم العذراء، وابنك يسوع ميت بين إيديك. قوي يا مريم كل أم فقدت غالي على قلب، وداوي جروحات كل إنسان خسر شخص قريب منه.
أعطيهم التعزية حتى يتخطوا معك هالمرحلة الصعبة ويضلوا واقفين مثلك حد الصليب. آمين. المرحلة الرابعة عشر، لنتأمل وضع يسوع في القبر. اجعل يا رب كل عمل منقوم فيه يكون عم يساعدنا حتى نزيل عنا القبور المظلمة وكل شي بشدنا نحو الأرض. خلينا نستقم من نورك حتى تظهر محبتك فينا ومن خلالنا لكل إخوتنا البشر. آمين.